بسم الله الرحمن الرحيم. هنا المدرسة الربانية. كتلة قلوب تحكمها قيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والله إني أحبكم في الله، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، ما زلنا في كتاب مختصر منهاج القاصدين في فرع التزكية في مدرسة الربانية. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الربانيين. وفي كتاب الطهارة وأسرارها ذكرنا أن الطهارة، أو ذكر الشيخ رحمه الله، أن الطهارة على 4 مراتب. المرتبة الأولى تطهير الظاهر من الأحداث والأنجاس والفضلات، وذكرنا أهمية النظافة والطهارة والجمال. إن الله جميل يحب الجمال، سبحان الله العظيم. ابن القيم في كتاب الفوائد عليه رحمة الله، مش عارف هلاقيها ولا لا، بسرعة، قال من ألطف أنواع التعبد التعبد باسم الله الجميل. التعبد باسم الله الجميل. عمرك تعبدت بالاسم ده؟ أحيانا الإنسان بيحتاج يا جماعة أنواع عبادة جديدة، يتعبد عبادة جديدة يقدر تبقى حاجة لذيذة وحاجة ممتعة. التعبد باسم الله الجميل، اهي لقيتها الحمد لله. يقول الشيخ، ده كلام ابن القيم في كتاب الفوائد، في صفحة 318: من أعز أنواع المعرفة معرفة الرب سبحانه وتعالى بالجمال، وهي معرفة خواص الخلق. كلهم عرفه بصفة من صفاته، وأتمهم معرفة من عرفه بكماله وجلاله وجماله سبحانه، ليس كمثله شيء في سائر صفاته. ولو فرضت الخلق كلهم على أجملهم صورة، وكلهم على تلك الصورة، ونسبت جمالهم الظاهر والباطن إلى جمال الرب سبحانه، لكان أقل من نسبة سراج ضعيف إلى قرص الشمس، ويكفي في جماله سبحانه الملك جل جلاله، يكفي في جماله أنه لو كشف الحجاب عن وجهه لأحرقت سبحاته ما انتهى إليه بصره من خلقه. الله، ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. شوف العظمة، شوف الجمال. لو كشف الحجاب لأحرقت سبحات وجهه ما امتد إليه بصره من خلقه. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. يكفي في جماله أن كل جمال ظاهر وباطن في الدنيا والآخرة فمن آثار صنعته، فما الظن بمن صدر عنه هذا الجمال. سبحان الملك. أنا بكلمك عن الجمال والتعبد باسم الله الجميل، لأن الرجل قال لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل يحب أن يكون نعله حسنا وإيه وثوبه حسنا، فقال إن الله جميل يحب الجمال. حاول تبقى جميل، تبقى جميل بدون تكلف وبدون غرور. سبحان الله العظيم. معلش، كثيرا ما أقول لأولادي وزوجاتي، مش شرط الحاجة الجميلة تبقى غالية، مش شرط. في حاجات رخيصة
لكن جميلة جدا ورائعة جدا ومناسبة، مش شرط البهرجة وإنما الجمال في البساطة. أنا صراحة مش عايز أسيب كلام ابن القيم في اسم الله الجميل، ولكن ارجعوا له كلام كتير، ولعله يجي معنا إن شاء الله في موضع من المواضع، لأنه حوالي من صفحة 318 لصفحة 327 عشر صفحات، فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم. فالمرتبة الأولى تطهير الظاهر، والمرتبة الثانية تطهير الجوارح من الذنوب والأثام، والمرتبة الثالثة تطهير القلب. اللهم طهر قلوبنا يا رب، طهر قلوبنا يا رب، ماليش غيرك، أبات وصح في غيرك، ما تحوجنيش لغيرك. تطهير القلب، الآية قول الله عز وجل: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، في قول الله سبحانه وتعالى: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إذن أصحاب القلوب غير الطاهرة هم المفتونون، أهل الفتن. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. القلب المفتون قلب قذر، قلب مليء بالقاذورات، عشان كده بيفتن. أما القلب الطاهر أبدا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر القلب الطاهر الناجي من الفتنة بصفتين اثنين: أبيض كالصفا، قلب منور وجامد، أبيض نظيف طاهر. دايما نسوق كلمة أحد السلف: إذا كانت الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، فهل تدخل الملائكة أو يدخل النور قلبا مشحونا بالكلاب النابحة والصور المنصوبة؟ لسه بقول للشباب في موضوع الحب: انت يا ابني حبيت كم واحدة في حياتك؟ قال لي: كتير، ما تعدش. شوف القلب القذر بقى، اللي كل ما يلاقي واحدة يحبها، وكل ما يلاقي حاجة يحبها، تلاقيه بيحب العربية دي، وبيحب الممثلة دي، بيحب اللعيب ده، بيحب البت دي، بيحب الأكلة دي، بيحب الشربة دي، ويحب القعدة دي، ويحب الناس دول، ويحب العيال دول، ويحب المزيكا دي، ويحب الأغنية دي، والفيلم ده، والمسرحية دي، والتمثيلية دي. ايه هو الحب لعبة يا ابني؟ ده قلب. عشان كده قلب مشحون بالكلاب والصور. اللهم طهر قلوبنا. تطهير القلب، هتشيل منه ايه ولا ايه؟ هتشيل المحبوبات والعادات، هتشيل الهوى، وهتشيل الحقد والضغينة والبغضاء، هتشيل الشرك والشك والشقاق والنفاق وحب الذات الأنانية، هتشيل الكبر والعجب والغرور والحرص والشرى. هتشيل ايه ولا ايه؟ دي مصيبة كبيرة، دي مشكلة كبيرة. عشان تطهر قلبك وتقعد تمسكه كده وتفليه، قلبك حتة حتة. وسبحان الله العظيم، من كلام بعض السلف: كم أجتهد في محو الرياء عن قلبي
وكأنه ينبت فيه على لون آخر. هي دي المصيبة الكبيرة، إنك تمسك قلبك تنقيه تقوم تشيل الرياء، وبعدين تخش عشان تشيل حتة تانية، تشيل الغرور أو حب الدنيا أو الحرص عليها، تلاقي الرياء طلع تاني، تتنقل لحتة تالتة عشان تشيل الغرور أو العجب أو احتقار الآخرين أو الحسد أو الحقد، تفاجأ الاتنين القدام طلعوا. يظل الإنسان في عمل دائم في تطهير قلبه، القلب. لذلك قلنا إن من أكبر معاصي القلوب علمك بخبث قلبك، مع علمك باطلاع الله على ذلك وصبرك على ذلك، إنك تبقى عارف إن في قلبك هنا خبث، في وساخة، في قذارة، في قرف، في ربنا شايفها وانت ساكت ومطنش ومعديها، صبرك على ذلك من أكبر معاصي القلوب. اللهم طهر قلوبنا. يا جماعة، تطهير القلوب لن يكون إلا بالله. أولئك الذين لم يريد الله أن يطهر قلوبهم، لابد أن ربنا سبحانه وتعالى يريد لك طهارة قلبك. إن ربنا يطهر لك قلبك، اللهم طهر لنا قلوبنا، اللهم أعنا على تطهير قلوبنا، اللهم ساعدنا في تطهير قلوبنا، اللهم ارزقنا طهارة قلوبنا، اللهم إنا نسألك أن تعلمنا تطهير قلوبنا، اللهم أوزعنا تطهير قلوبنا، اللهم اشغلنا بتطهير قلوبنا، اللهم دلنا على ما نطهر به قلوبنا، اللهم علمنا ما تطهر به قلوبنا، اللهم ازرع في قلوبنا الطهارة كما تحب وترضى. محتاجين إن ربنا يطهر لنا قلوبنا، محتاجين نحن نفرغ وقت وهم وجهد لتطهير القلب. الرابع، تطهير السر عما سوى الرب. وده موضوع بقى ما ينفعش الكلام فيه أما نخلص الثلاثة الأولانيين، اللي هي تطهير الظاهر وتطهير الجوارح وتطهير القلب. يقول الشيخ: والرابعة تطهير السر عما سوى الله تعالى، وهذا هو الغاية القصوى، فمن قويت بصيرته سمت إلى هذا المطلوب، ومن عميت بصيرته لم يفهم من مراتب الطهارة إلا المرتبة الأولى. الموسوس اللي قاعد يغسل في إيديه وشايف إن إيده لسه ما نطفتش، ويغسل في رجليه وشايف إن رجله لسه ما نطفتش، أنت في لسه في الظاهر. ما لما نوصل بقى لطهارة القلب وطهارة السر هنعمل إيه؟ يقول: ومن عميت بصيرته لم يفهم من مراتب الطهارة إلا المرتبة الأولى، فتراه يضيع أكثر زمانه الشريف في المبالغة في الاستنجاء وغسل الثياب، ظنا منه بحكم الوسوسة وقلة العلم أن الطهارة المطلوبة هي هذه فقط، وجهلا بسير المتقدمين الذين كانوا يستغرقون الزمان في تطهير القلوب ويتساهلون في أمر الظاهر. سبحان الله العظيم. ويذكر عن الإمام أحمد يقول: كنت أستر الإمام وهو يتوضأ لئلا يظن الناس أنه لا يحسن الوضوء، من القدر اليسير من الماء الذي كان يستخدمه. يعني الإمام أحمد كان بيستخدم كمية مية صغيرة جدا، فتلميذه بيقول: أنا كنت بستر الإمام أحسن الناس يقولوا ما بيعرفش يتوضأ. واستخدام قلة الماء من السنة، كان يغتسل بالمد
كان يغتسل يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، يعني المد اللي هو ده، عارفين المد اللي احنا جبناه في الحديث، هو المد ده، شويه الميه دول يوضوه ما تصلي عليه، وقدهم اربع مرات الصاع اربع امداد، يبقى اربع ملو ده اربع مرات يستحمى بيه ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. عشان كده لما واحد قال ما يكفنيش قالوا له قد كان يكفي من هو اكبر منك جسما واشد منك ورعا، ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. انا عايزك تحط حلة تحت الحنفية وانت بتتوضى، وشوف انت اتوضيت بقد ايه، كم مد يا عم، كم صعبة في الوضوء. القضية مش في كسرة المية، وانما في التقوى واستشعار المعنى وانت بتغسل ايديك ان الذنوب بتخر من تحت ضوافرك الى اخره، هيجي الكلام معنا. قال وجهلا بسير المتقدمين الذين كانوا يستغرقون الزمان في تطهير القلوب ويتساهلون في امر الظاهر، كما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه توضأ من جرة نصرانية وكانوا لا يكادون يغسلون ايديهم من الزهم او من الزهم اللي هو الدهون يعني، ويصلون على الارض ويمشون حفاه ويقتصرون في الاستجمار على الاحجار، وقد انتهى الامر الى قوم يسمون الرعونة نظافة، فترى اكثر زمانهم يمضي في تزيين الظواهر وبواطنهم خراب محشوة بخبائث الكبر والعجب والجهل والرياء والنفاق، ولو رأوا مقتصرا في الاستجمار على الأحجار أو حافيا يمشي على الأرض أو من يصلي عليها من غير حائل أو متوضئا من آنية عجوز لأنكروا عليه أشد الإنكار ولقبوه بالقذر واستنكفوا من مواكلته، فانظر كيف جعلوا البزازة التي هي من الإيمان قذارة والرعون نظافة، وصيروا المنكر معروفا والمعروف منكرا. لكن من قصد بهذه الطهارة النظافة ولم يسرف في الماء ولم يعتقد أن استعمال الماء الكثير أصل الدين فليس ذلك بمنكر، بل هو فعل حسن. وليرجع في معرفة الأنجاس والأحداث إلى كتب الفقه، فإن المقصود من هذا الكتاب الآداب. يقول الشيخ عليه رحمة الله وأما إزالة الفضلات فهي نوعان، النوع الأول أوساخ تزال كالذي يجتمع في الرأس من الوسخ والدرن فيستحب تنظيفه بالغسل والترجيل والتدهين لإزالة الشعث، يعني اللحية ما تبقاش كده شعثة وإنما تدهن عشان تجتمع، وكذلك شعر الرأس، وكذلك ما يجتمع في الأذن والأنف من الوسخ يستحب إزالته، ويستحب التسوك والمضمضة لإزالة ما على الأسنان واللسان من القلح، لو وسخ الأسنان وصفرها يعني، وكذلك وسخ البراجم، البراجم اللي هي عقل الصوابع محتاجة تغسل دائما لتطهر، والدرن الذي يجتمع على جميع البدن برشح العرق وغبار الطريق وذلك يزيله الغسل. ولا بأس بدخول الحمام فإنه أبلغ في الإزالة، الحمام المقصود به اللي هو كان حمام البخار أو الحمام اللي هو زي حمام سباحة كده زمان كانوا بيعملوه ومليان مية سخنة وبخار والناس بتدخله، وفي ناس متخصصين بقى في دعك الجسم وعمل المساج أو غيره اللي بيسألوا عليه دلوقتي مساج ده، وتنظيف الجسم وتنظيفه يعني. يقول وقد دخله جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن على داخله صيانة عورته من النظر الغير إليها ولمسه إياها، وينبغي للداخل إليه أن يتذكر بحرارته حرارة النار، فإن فكرة المؤمن لا تزال تجول في كل شيء من أمور الدنيا فيذكر به أمور الآخرة، لأن الغالب على المؤمن أمر الآخرة، وكل إناء ينضح بما فيه. ألا ترى أنه لو دخل إلى دار معمورة بزاز اللي هو بيعمل الستاير بزاز
ونجار، أو البزاز يطلق دائما على الخياط يعني، أو اللي بيبيع البز، النجار وبناء وحائك. رأيت البزاز ينظر إلى الفرش ويتأمل قيمتها، والحائك ينظر إلى نسك الثياب، والنجار ينظر إلى سقف الدار لأن السقف كان خشب زمان، لكن النجار النهارده ينظر للبيبان والشبابيك وغيره، والبناء ينظر إلى الحائط. فكذلك المؤمن إذا رأى ظلمة ذكر القبر، وإذا سمع صوتا هائلا تذكر نفخة الصور، وإن رأى نعيما تذكر نعيم الجنة، وإن رأى عذابا ذكر النار. ما هي دي حالة المؤمن؟ إن دايما اللي حواليه تذكره بالآخرة، تذكره بالآخرة. أحد السلف لما ليلة فرحه، ليلة عرسه، ليلة دخلته يعني، دخلوا الحمام ثم نقلوا إلى بيته وفي الزينة، فبات طول الليل يصلي ويبكي. فقالوا له كده تسيب الزوجة في ليلة الدخلة وتبكي؟ قال دخلتوني بيت ذكرني بالنار ثم بيت ذكرني بالجنة، فكيف أغفل عنهما. كان عبد الله بن عمر لما يمر بالسوق وفي الشوائين اللي بيبيعوا الروس مشوية بالنار لا ينام ليلته من رؤية الرؤوس المشوية. فكذلك الإنسان اللي مرتبط بالآخرة إذا سمع خبطة كبيرة نفخة الصور، إذا رأى ظلمة تذكر القبر، إذا رأى حاجة جميلة تذكر الجنة. دايما الأمر كده، تعلق القلب بالآخرة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا تعلق القلب بالآخرة. ويكره دخول الحمام قريبا من الغروب وبين العشاءين، فإنه وقت انتشار الشياطين. والنوع الثاني من إزالة الفضلات أجزاء تحذف، مثل قص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة وقص الأظافر. ويكره نتف الشيب ويستحب خضابه. وباقي مراتب الطهارة يأتي في ربع المهلكات والمنجيات إن شاء الله تعالى. ثم دخل فصل في فضائل الصلاة، نؤجله إلى اللقاء القادم. أنا أحبكم في الله. أيها الإخوة، لا ينبغي أن يستمر عملنا كلاما فقط، هذا العمل عمل، فكلما سمعت شيئا عملت به. أريدكم أيها الإخوة في هذا الأسبوع أن يكون شغلكم الشاغل تحقيق مراتب الطهارة، طهارة الظاهر وطهارة الجوارح وطهارة القلب، تحقيقها، أن تكون في هذا الأسبوع أجمل ما تكون ظاهرا وخلقا أخلاقا. عليك بالجميل من الكلام والتعبد باسم الله الجميل، عليك بتعبيد الحواس، عليك بالتفرغ لتطهير القلب. فرغ وقتا لتطهير القلب. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا المدرسة الربانية. كتلة قلوب تحكمها قيم.